هياكل ومرافق تربوية جديدة يرتقب الشروع في استغلالها لأول مرة تزامنا والدخول المدرسي الجديد في ولاية معسكر، والذي سيكون لها أثرها الإيجابي على ظروف التمدرس. سيتدعم القطاع كذلك خلال هذه السنة بثمان مجمعات مدرسية، 49 قسم توسعي، وكذلك 15 مدرسة ومتوسطة، هذه التي نحن متواجدين فيها، بالإضافة إلى العمليات التي سخرت من أجل دخول مدرسي عادي وطبيعي كالترميمات بالنسبة للمدارس والمتوسطات والثانويات. وإلى جانب المؤسسات البيداغوجية، فإن خدمات الإطعام المدرسي وتوزيع الكتاب متوفرة من اليوم الأول. شرع في بيعه بالنسبة للتلاميذ الذين يشترون الكتاب، أما بالنسبة للتلاميذ الذين يقدم لهم الكتاب مجانا فكذلك تم توزيعه. نفس الشيء يقال على المنحة، منحة التمدرس الخاصة ب5000 دينار، كذلك نسبة التوزيع نتاعها وصلت إلى 70%. ومن خلال زيارتنا لبعض المؤسسات التربوية، فإن عمالها منهمكون في توفير البروتوكول الصحي الذي يضمن تمدرسا خال من فيروس كورونا.